إسرائيلية على شكل إيقاع بخور الخليل فراهيدي لأرحل إلى البراري كي أتذوق ذلك العدل، ثم أرجع في من معراج عشق جميل كي أرتقي لشاعر أخي عبد الحفيظ بن عياد الذي كان سببا ووسيطا جميلا لكي نحضر لهاته اللمع. فتحية جميلة. عادة أيها الإخوة الكرام، ما هو أن لا أسمح لنفسي أن أسمي نفسي ناقدا، وإن فأنا قارئ عاشق للحرف مهتم به فقط. وعادة ما أن القارئ ينطلق من الديوان فقط، من الديوان، ويقرأ الديوان ويعطي ملاحظات حول الديوان. أنا سأحاول أن أقدم هذه المداخلة في ثلاث لحظات. اللحظة الأولى سأسميها ما بعد الديوان، وهي ضرورية لكي أقربكم من كيفية اشتغال الأخ الفطيمي في إنجاز الديوان قبل أن يصدر الديوان. بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية، اللحظة الثانية التي سأسميها لحظة ما بعد الديوان، وهي لحظة القراءة. بعد ذلك سأقف شيئا ما عن الديوان، وأنا سأحاول لا أحاول أن أقف طويلا في فك طلاسم ما هو موجود في الديوان، لأن طبيعة الحال سأتركه للقارئ الفطيم أن يقرأه بتذوقه الجميل وبتفاعله الإيجابي. ما قبل الديوان، ونحن نعرف أيها الإخوة والأخوات أننا اعتدنا أن، واسمحوا لي أن أكون صريحا معكم، أن كل ما يكتب على الجدار الأزرق قصائد يجمعه الشاعر بكل قيمها وبكل ملاحظاتها فيجمعها في ديوان ويقول أنه شاعر. اسمحوا لي، لهذا أنا سأبين لكم قبل كتابة الديوان ما قبل كتابة الديوان. أقسمه إلى قسمين. القسم الأول هو قسم سميته بالإنسان الشاعر. المقصود هنا الإنسان ذو حمولة ثقافية، الإنسان ذو حمولة وجدانية، والإنسان ذو حمولة نفسية. ولماذا هذه ثلاث أبعاد؟ لأنها ضرورية للشاعر، ضرورية أن ينتقل الشاعر من مرحلة الإنسان الشاعر قبل أن يصل بنا إلى مرحلة الشاعر الإنسان كما سأبين الآن. فاللحظة الأولى المثقف، الشاعر المثقف. أرى أن الشاعر يجب أن يكون ملما كما قال أستاذ الفطيمي في مداخلته، أنه قارئ للشعر العربي، قارئ ليس فقط الشعر بكل تلاوينه، وأن الشاعر يجب أن يكون ملما كذلك بالجوانب الفكرية، الجوانب الفكرية الأساسية التي تواجهه. ولذا كنت يعني ربما صارما على الشعراء أقول أنه يكون يجب أن يطلع الفلسفة، باعتبار الفلسفة مدخلا أساسيا للإبداع، لأن هي التي توجه أوصل الإبداع إلى الاتجاه الصحيح. الجانب الثاني هو الجانب الوجداني. بطبيعة الحال أن الإنسان الشاعر لابد أن يحمل هذا الوجدان، إما أن يكون شخص فاعل أو منفعل. فأنا كشاعر قبل أن أكتب الديوان فلابد أن أحمل هذا الوجدان، لأنني مرتبط بالمجتمع، مرتبط بحالة ذاتية أعيشها. إذا هذه الحمولة الوجدانية سأنقلها فيما بعد إلى المرحلة الثانية التي سأتحدث عنها. بعد ذلك نأتي إلى المستوى الثاني، وأنا أسرع أيها الإخوة الكرام أطيل. الجانب الثاني هو الجانب النفسي. طبيعة الحال أن الجانب النفسي هو الذي يسترجع ويستعيد الحمولة الوجدانية، وبها الشاعر ينطلق، أو الإنسان الشاعر قبل أن يكتب الديوان، قبل أن يكتب القصيدة، يكون مستعداً ومؤهلاً لإنجاز القصيدة. وعند الانتقال من الإنسان الشاعر الآن أصبح مؤهلاً لكي نقول أنه شاعر إنسان. والتحول من إنسان شاعر إلى شاعر إنسان هو مرحلة صعبة جداً، لأنه سيقول للإخوان هل كل واحد مثقف مدرك للشعر عارف للعروض للبحور أن يكون شاعراً؟ أقول له لا، لأن هناك أشياء خفية جداً ولا يمكن حتى للقارئ أو للناقد العالم بهذه الأشياء أن يدركها. أنا أسميها لحظة الانتقال من الإنسان الشاعر إلى شاعر إنسان، أسميها بطفرة خفية، سميتها بالطفرة خفية جداً.
لا يدركها وهي السر في كون الشاعر يكون شاعرا. إذن ينتقل الإنسان من الإنسان الشاعر إلى شاعر الإنسان هنا لحظة بناء القصيدة الدينية، أنا أسميها قصيدة دينية قبل أن يبدأ الشاعر في كتابة المسود. القصيدة الدينية هو أنه ينتقل من اللغة المؤسسة، لاحظوا أن كان إنسان شاعر أي اللغة المؤسسة لغة التواصل، اللغة العادية لغة التواصل اليومي، إلى لغة مؤسسة أي أن الشاعر يتدخل في اللغة ويغيره كما سميتها في بعض المناسبات تصبح لا لغة، لأنها تدخل في عملية كيميائية غريبة جدا ينجزها الشاعر ويجعل منها لغة شاعرية. إذن في هذه اللحظة نأتي إلى مرحلة مهمة وهي مرحلة تكوين القصيدة، ونحن نتحدث عن الديوان فقط للإشارة أن الديوان أنا أقول وإن كان كاتب هو مصطفى الفطيمي فأنا عندي مجموعة من مصطفى الفطيمي في الديوان، لأن كل قصيدة تحمل حالة نفسية وحالة شعورية وحالة وجدانية يحملها الشاعر، وإن كانت هناك وحدة يجمع الديوان هي الرؤية الشعرية كما سنرى فيما بعد، لأن لابد من رؤية شعرية تميز الشاعر عن غيره. إذا تأتي مرحلة التكوين أي مرحلة دخول الشاعر في لحظة الوعي، في لحظة استحضار تلك اللغة المؤسسة لكي يبني قصيدته. هنا يدخل التلقيح، ونعرف بعض الشعراء أنه استغرقوا مدة طويلة في كتابة قصيدة واحدة. صديق قال لي وربما يمزح معي أم لا، قال لي أنه في 3 أشهر كتب قصيدة واحدة فقط، وأنا ولا أدخل في إطار الحوليات، وحتى شاعر الحوليات كتب قصيدة واحدة في سنة بكاملها. على كل حال لا أطول في هذه المسألة. آتي أيها الإخوة لكي أنا أسرع الآن لأنني أترك الكلمة للإخوة إلى القراءة القارئ إلى اللحظة الحرجة واللحظة الأساسية في الإبداع، وأنا أقول أن الإبداع بدون قارئ لا يمكن أن نتحدث عن الإبداع، وقد قسمت القراءة إلى 3 مستويات. سميت الأول هذه التسمية فقط لتقريب الصورة فقط، أنا لا أضع مصطلحات أو مفاهيم. سميت القراءة الأولى هي قراءة التهجي، كأننا نتهجى اللغة، مثلا عندما أخذ أنا كقارئ مبتدئ وأخذ ديوان مصطفى الفطيمي أو أي ديوان، يعني يجب أن أرجع إلى المرحلة الأولى التي انطلق منها مصطفى الفطيمي، وهي مرحلة الإنسان الشاعر، أن أكون ملما بالشعر، ملما بالقواعد، ملما حتى أكون قارئا إيجابيا. ما دمت لا أمتلك ذلك فأنا قارئ متهجي، يمكن أن يعطيني مصطفى الفطيمي الديوان وأقرأ الصفحة الأولى والصفحة الثانية وأقول له جميل رائع وانتهينا وانتهى الأمر. القارئ الثاني أنا أسميه القارئ الكاشف أو القارئ المكاشف للنص، بمعنى القارئ شيئا ما يبحث، يقول لماذا أستاذ فطيمي قال كأني أغزل موجا، ما دلالتها، لا أعرف، يجب أن أبحث كذا إلى غيره. هذا القارئ يكون قريبا من الشاعر مصطفى فطيمي، أي أنه يجاوره. المستوى الثالث أنا أسميه القارئ الباني للنص، لأن مصطفى فطيمي عندما انتهى الديوان فانتهى الديوان ناقص غير تام، فيحتاج إلى القارئ، بمعنى أنه بدون قارئ يبقى الديوان معلقا في الفضاء، يعني أنه ديوان ميت. فيأتي القارئ الباني فيدخل في عملية تفاعلية انطلاقا من أدوات معرفية وانطلاقا من منهج معين ينطلق من خلاله لكي يملأ بياضات النص، ليقترب ويقول مثلا أنا في قراءتي وأنا سأدخل الآن إلى ديوان مصطفى الفطيمي، وأنا أنا الآن أنجز عملا في قصر الآن سأقول لكم وهو يعرف ذلك، وكتاب نقدي حول مشروع شعري لمصطفى الفطيمي، وسأسمي شاعرية الصورة. الشاعر الذي يتقن فن الصورة ويبدع فيها انطلاقا من تقنية إبداعية سأقول لكم مختصرة هو شاعرنا مصطفى الفطيمي. إذن فمصطفى الفطيمي انطلق من المراحل التي قلت لكم سابقا، شاعر مثقف، شاعر وجداني، شاعر كذا، سأقول لكم لماذا وجداني؟ لأن في النص يحمل وجدانه كاملا، ولهذا قلت بأن القارئ الفطن والقارئ الذي سيتفاعل مع مصطفى الفطيمي والقارئ الذي سيكون قريبا منه وبحكم جواري مع مصطفى الفطيمي، أنا الآن يعني حاولت ما أمكن، ولا أقول أن قراءتي كانت يعني
صادقة أو مصيبة 100%، فأنا حاولت فقط أن أقرأ الديوان قبل أن يطبع، وحاولت أن أكتشف أن مصطفى الطيمي هو شاعر الماء. أنا سميته شاعر الماء. والماء أيها الإخوة ليس مصطفى الطيمي هو أول من وظف الماء، فالماء موجود في الشعر العربي القديم، موجود في الشعر الرومانسي، في الشعر إلى غير ذلك. والماء يوظف حسب المدرسة الشعرية حسب توجهات الشاعر، لكن مصطفى الطيمي يستعمل الماء بشكل غريب جدا. وقد قمت بإحصاء في مقدمة الديوان حول عدد الكلمات الموجودة التي وظفها مصطفى الطيمي. مثلا الماء وظفه 25 مرة، مثلا كلمة الغيمة، كلمة الغمام. وهنا أيها الإخوة قلت لكم بأن الشاعر المثقف هو الشاعر الذي يدرك ما يفعل وما يكتب، والشاعر الذي يقدم لنا قصيدة لها مستوى عالي. مصطفى الطيمي يدرك ما يكتب، يدرك بشكل غريب جدا، لأن مصطفى الطيمي وهنا أستحضر الوجدان، أنا الآن أستحضر الوجدان. فإذا رجعنا إلى الديوان، الديوان مصطفى الطيمي فيستعمله كأني أغزل موجة. لاحظوا معي، اسمحوا لي سأحاول أن أقف عن جانب اللغوي. فاللغويون قالوا بأن كأني إذا أتى خبر جامد تصبح التشبيه، إذا كان خبر متصرف تصبح يعني للضمن والشك. ما قاله اللغويون، أنا لست لم أقل ذلك وإنما ما قال. إذن فنلاحظ أن مصطفى الطيمي والغريب في الأمر أنه يستعمل كأني في مجموعة من المحطات الغريبة جدا. لاحظوا معي، يقول كأني يغزل موجا. لاحظوا أنه لا يغزل موجا، فشبه الحالة التي ستأتي فيما بعد كأنه غزل الوجدان الذي سيشير إليه مصطفى الطيمي فيما بعد، خاصة في الفصل الأخير أو في الفصل الثاني سيبين لنا أنه يغزل شيئا ما في وجدانه. ثم ينتقل إلى، ومصطفى الطيمي قسم ديوانه إلى ثلاث فصول. الفصل الأول، لاحظوا معي كأني كذلك، لاحظوا معي، والقارئ عندما يعني ينتبه إلى تكرار الكلمة أو تكرار الجملة يقول لماذا كررها؟ هناك سر في هذا التكرار. قال كأني أفتي قلادة من فصوص الماء، هذا هو المطلق الأول في الفصل الأول، كأني أفتل قلادة من فصوص، قلادة فيها زمور رضا ومن فصوص الماء، لأن هذه القلادة سيوجهها مصطفى الطيمي إلى السماء، لأنه سيقول في جملة شعرية يعني أفتل قلادة للسماء من فصوص الماء، ولماذا السماء؟ سنرى ذلك فيما بعد. ثم ينتقل إلى مستوى آخر، كأني بدون أصابع. مصطفى الطيمي يتقن ما يسمى باللغة بالتباعد، يعني هناك تنافر التماثل والجوار في اللغة، لأن الجوار غير موجود عند مصطفى الطيمي. لاحظوا كأني بدون أصابع، كيف يغزل وهو بدون أصابع؟ هذا سؤال ربما أتركه للإخوة حتى. ثم ينتقل إلى كأني أخرى، هي كأني أصرخ في وجهي. لاحظوا هذا كأني تستمر مع مصطفى الطيمي في مجموعة من الجمل، كأني أصرخ في وجهي أين ضدي؟ إذن فهذا كأني بمعنى أن مصطفى الطيمي كأنه ينادي القارئ أن يبحث عن الوضع الذي يعيشه لكي يقترب إلى هذا كأني أغزل موجا، غزل موج، والموج أيها الإخوة ومرتبط بعملية المد البحر، هي الحياة والجانب النفسي كما قلت سابقا، وجانب جواني عند الشاعر. وسيظهر ذلك عندما في الفصل الثاني عندما يقول كأني من دون شريان عميق، وهي مجموعة من قصائد ربما الإخوة متابعين الفيسبوك جدار الأزرق كان ينشر قصائد وكان يدون تحتها كأني من دون شريان عميق. في هذا الفصل الثاني، في هذا الفصل الثاني يتحدث مصطفى الطيمي وهي التيمة الثانية عن الموت. وأنا عندما قرأت الديوان قلت لماذا الموت؟ لماذا هذا الاضطراب النفسي الذي يعيشه مصطفى الطيمي في خلق عوالمه الشعرية؟ فوجدت أن الغيمة التي وظفها مصطفى الطيمي هي الأم. والديوان، وأنا أحييه لأن أنا عاشق لأمي كذلك، الديوان هو تكريم للأم التي ماتت، كان يعشقها وقريب منها مصطفى الطيمي.
لهذا قلت أن القارئ الديواني يجب أن يكون قريبا من شخصية الشاعر، لأن هناك مقولة تقول في النقد مثلا أنا أقرأ قصص القيشوري وأنا أحييه وأهلا به صديقي العزيز والله المدة، فلا أعرف شخصه ولكن أقرأ قصصه وأفهمها. لا يجب أن أقرأ عالمه الشخصي أولا حتى أستطيع أتمكن من فهم الديوان. وإن كانت مقولة نقدية تقول لا حاجة لي بالشاعر، لا حاجة لي بالشاعر، فقط أقرأ الديوان ويعني أفهم ما يقوله الديوان كذا، وأبحث عن المسكوت عنه هو الغير منطوق في الديوان. إذن فجوار الشاعر، ما سميته جوار الشاعر، يقربنا إلى هذه الشخصية داخل الديوان المملوء بالماء، المملوء بالماء، والذي وظفه الشاعر بشكل ذكي، وأصبح الماء ليس الماء ولكن بتجلياته الكثيرة، الماء جانب نفسي، الماء وتحدث عن المجتمع، تحدث عن مجموعة القضايا التي تفاعل مع مصطفى الفطيمي، ومصطفى الفطيمي يتقن. من كان سيقرأ الديوان سيرى أنه هناك بعض الإخوة، أنا لا أقول بأن يعني ستقرأ الديوان وستصلون إلى هذه النتيجة. هناك من أعطيته مجموعة من القصائد قبل أن تطبع قال لي لم أفهم ما يقوله مصطفى الفطيمي، قال بأن النصوص صعبة نصوص، ولهذا فهناك فجوة توتر كما يصنعها مصطفى الفطيمي كما قال كمال أبو دين، فجوة توتر هي جميلة الحقيقة. أنا يعجبني النص الذي يوترني ويستفزني كي أبحث عن مسالكه ومداخله التي أنتجها الشاعر مصطفى الفطيمي. أنا اسمحوا لي أنا أسرع لكي أطلق الكلمة لأن لا أحب أن أكون مهيمنا في الكلمة وهذه عادتي. مصطفى الفطيمي أعجبتني الكلمة لخص تجربتي الشعرية، وكان ذكيا في اختيار مقطع غير موجود في الديوان، على هنا على خلف الديوان. وما قلت لكم سابقا الماء والغيمة والغمام، لاحظوا أنا والغمام، هناك قصيدة استعملها الفطيمي، أنا والغمام الذي يدرك اللغة العربية ويعرف أن الغمام هناك فرق بين الغمام والسحاب، الغمام يمكن أن لا يكون فيه الماء، هذه معروفة، ويحجب غمام يغم أي حاجب الشمس غمام، وهنا إحالة الفطيمي لأن هناك ظل يعني يوجد تحته لكي يسير في الطريق ولكي يعبر عن وجدانه. لاحظوا ماذا قال الفطيمي، لخص ديوان بكبيره، السماء على اطراف الشجره الخضيره، السماء خضيره يعني الحيه وفي الربيع والى غيره، البحر يكبر مع المطر فقط، لاحظوا الماء، البحر يكبر مع المطر، عرق السماء بالبحر يكبر مع المطر فقط، والغيمه هنا ما قلته سابقا في تفسير الغيمه هي الام، والغيمه في هذه الحاله لا تلد، قد تلد شبيه لي رائحه الثلج، لاحظوا التشكيله الموجوده عند الشاعر لي رائحه الثلج، فهو اصل مائي، فاقول كما سميته فهو شاعر تموزي، يعني انه يستلهم من الماء كرمز لمجموعه من الافكار التي ستاتي في الديوان. اما الرمال فقد حملتها معي حبه حبه، هنا سيقول يعني هنا اختصر في الشكل الاخير في السطر الاخير اختصر هذه التجربه، والقصيده كالسفينه المحمله بالحقائب، محمله بالحقائب، حقائب وجدان، حقائب مجتمع، حقائب حزن على فراق الام، حقائب الم، هذا البعد الذي يعني تركته او هذا الالم الذي تركته الام في نفسيته ربما هو الذي جعل الفطيمي يكثف الصوره الموجوده في هذه الديوان. والقصيده كالسفينه المحمله بالحقائب، ماذا قال اخر؟ كم هي ثقيله، فهو يحمل وزرا ثقيلا، يحمل القصيده الفاطميه التي ابدعت في صورها والتي اعطتنا تجربه رائعه واعطتنا شاعرا، انا والله اقول لكم ربما سافضح ما الفطيمي ما لم يريد ان يقوله، انتظروا من الديوان التالي سيكون مفاجاه والله، قد خلخل لي الذاكره بان تجربه جديده سيؤسس، اسمحوا لي يعني انه هو صديق وستقول لي ان من المدينه تخرج بها وتدافع عن صديقك، لا انا يعرفني البعض
أنا لا أخاف لومة لائم. نص جميل جميل، نص لا يستحق ذلك الاستحقاق. التجربة الثانية والله قد قرأت منها فقط 10 قصائد ولم وأخفى عني البقية. والله قصائد أتمنى أن يسرح في طبعي لأن سيكون قيمة مضافة للمكتبة المغربية الشعرية. وهنيئا لنا بهذا الشاعر مصطفى الفطيمي، واسمحوا لي هذه السرعة لأنني أريد أن أستمع أنا كذلك إلى الشعراء، أريد أن أستمتع ومزيدا من التعلق. وشكرا شكرا لجميع العناية لأنه التقت جعلتنا نلتقي مع أحبة لم نراه مدة طويلة في الفيلاري مع أخت سعدية وإلى غير ذلك. سيد المنتصر كذلك سيد ملواني، نلتقي فقط في لقاءات عابرة كذا، وأستسمح لي ولكم. أعتقد بعد هذا التقديم الجميل أستاذ حسن أبو سلام، أعتقد أن هذا التقدير أفسد متعة القراءة. هذه مش أفسد أولا للتوضيح فقط، هذا الديوان لم يكن ليرى النور لولا موت الوالد. نعم دي صدقا دي حقيقة. ثم لم يكن هذا الديوان مجموعة مرتيات كما قد يعتقد كثير منكم. رثيت والدتي في الغيمة التي تحدث عنها أستاذ حسن مسلم قبل قليل، إفسادا لمتعة القراءة أيضا. قرأ عليكم نصا إذا سمحت، ولكن لا أريد أن أقدم المراجعة حتى نفهم سياق المداخلة، مداخلة الأستاذ حسن مسلم. أمي ثانية عاد الشيخ إلى القبيلة وقد برخت بالنار، عاد ينثر الرماد في الفراغ، ينثر الفراغ في الرماد، عاد يرش على الوجوه ملحا ملوثا، عاد أبي مع شيخ القبيلة. لم أنسى يوم تأخر الصباح، أذكر هذا اليوم جيدا، كان أبي يصلي الفجر ويأخذني إلى البحر، وكان علي في كل مرة أذهب معه أن أمسك بالرذاذ وأن أفتل من الحبيبات المتناثرة غفيرة لأشعة الشمس، وأن أعود إلى البيت قبل هطول المطر. كانت أمي تغسل الكحل بالهراس، تدقه مع بعض الفحم وتخلطه دواء لأمراض العيون، وفي الليل تقص علينا سيرة علي ومعاوية وتكملها في اليوم الموالي. كان أبي يعلمني كيف أصير رجلا، كانت أمي تعلمني كيف أدرس وردة وكيف أبقى طفلا وكيف أخفي فرحتي من هزات الأرض المتتالية. كان لها برج ترابي ولي برج نائي سرطان خبيث. كلما تذكرت برجي تذكرت موت أمي، تذكرت أخذ الإبر السية على الذراع، تذكرت صرختها المخلوقة مع بقايا الكلام. صحيح أنني أذكر الساعة واليوم والشهر،
صحيح أنني أعرف الدقيقة جيدا وأحفظها، وهي الدقيقة الأخيرة قبل الساعة التامنة من الثاني من يناير. العدم لم أعد أذكره عذرا، أكيد أنني لم أكن أسعى أن يتوافق هذا اليوم مع سقوط غرناطة واستسلام ملكها أبي عبد الله. لم أكن أرغب أن يتزامن مع حدث جبل الهيكل يوم هدد الأعداء بهدم المسجد وتقسيم القدس. صحيح أنني لا أذكر تفاصيل الوجود من حولي في ذلك اليوم، لا أذكر من تكون المرأة التي ارتمت في حضني، لا أعرف من يكون الرجل الواقف خلف الباب الخشبي. أكيد أنني أذكر بكاء أختي المنقطع ورمة أمي يحمل هدوءها.